اهلا بكم من جديد مشاهدينا ونكمل كلامنا، لكن استقبل ضيفي الكبير، واحد من الاعلاميين الكبار اللي كلنا اتعلمنا منهم حاجات كتير جدا في طريقته، في اسلوبه، في كيفيه ادارته للاذاعه المصريه. واحد كان خبير دولي لدى اليونسكو منذ عام 75 وحتى عام 78، وتم اختياره مستشارا اعلاميا من قبل الحكومه المصريه في لندن وايضا في نيودلهي في الهند، الاعلامي القدير الاستاذ حمدي الكنيسي. مساء الخير يا فندم ومنورنا ودايما كده تشرف قناه النادي الاهلي. اهلا بيك. اهلا بيك. طبعا استاذ حمدي، بصفه حضرتك عضو مجلس اداره سابق في النادي الاهلي، الاول بهني حضرتك بالنادي الاهلي حصل على دوري وكاس هذا الموسم، وكان موسم اعتقد ان هو ناجح جدا بالنسبه للكابتن حسام البدري والاداره الفنيه للنادي الاهلي. هو يعني انا تلقيت التهاني على فكره حتى من ناس ما هماش اهلاويه. نعم. واعتقد ان كنا نستحق هذه التهاني لان انجازات اعتقد تكاد تكون غير مسبوقة بالنسبة لنادينا يعني. نعم. فالحمد لله ان ده حصل، لانه بيؤكد فيما يؤكد ان هو ده الاهلي، مش بس عشان نادي القرن، لا، نادي له تاريخه ومكانته مش على الساحة المصرية ولا حتى الساحة العربية فقط ولا الساحة الاقليمية انما دوليا يكفي ده. فأحيانا انا كنت في منتهى السعادة وكانت سعادتي بتتضاعف لما الاقي فيه تقدير حتى ممن ليسوا اهلاويه. نعم. يقول لك لا، الحق بقى بصراحه تستاهلوا. كسبنا ماتش، حتى ماتش مع المنافس الاكبر الزمالك. نعم. الاقي ناس من قلب الزمالك يقول لك لا، يعني كنا هنعمل ايه قدامكم؟ الى اخره يعني. طب حضرتك لما بتلاقي هذه التهاني من بعض الناس اللي مش اهلاويه، طب كيف رأيت هجوم بعض من السادة في الإعلام وفي الصحافة على الجهاز الفني طوال الموسم، على مجلس إدارة النادي الأهلي، على الرغم من كل بيشيد بإنجازات النادي الأهلي هذا الموسم حتى في الرياضات الأخرى، ولكن هجوم ضار على مجلس إدارة النادي الأهلي وعلى النادي الأهلي طوال الموسم ودون أي مرجعية منطقية فني؟ لا، هو في سبب معروف يبدو أن كان في نظرة للأيام القادمة، أن في انتخابات قادمة و فازاي بقى نسيب المجلس ده يستمر في هذه الانجازات؟ ازاي نسيب شهادات بتتوالى لانجازات متتاليه؟ ففي المحترفين ومنهم من له غرض والغرض مرض، ومنهم من يكره النادي الاهلي كراهيه في النادي الاهلي يعني، فعاوز طبعا يسيء اليك عشان يعني ما يبقاش الاخرين اضعف منك الى اخره. فدي كانت واضحة، وأعتقد أي إنسان موضوعي كان بيرى هذه الحملات وهذه السموم على طول برماها ولا ظهره، لأنه عارف كويس قوي إحنا ماشيين كويس قوي. الكابتن حسام بدري بيؤكد إن الأهلي ده يعني كل يوم يطلع مدربين ومديرين فنيين على مستوى، أعتقد ده كان مهم جدا. لو عرفنا الغرض زي ما قلت انا وراء هذه الحملات نسقط اي تاثير ليها، لانها بتصطدم بقى بانجازات ورا بعضها. طب يا فندم، هل في الاعلام وطبعا انا بتعلم من حضرتك يعني وكلنا بنتعلم من حضرتك، حضرتك قيمه كبيره جدا، هل في الاعلام انا بنسى الواقع وامشي ولا الاغراض؟ هل هو ده القيمه يعني المتلقي سواء مستمع او مشاهد او قارئ، هو ده اللي مستنيه ان انا بقرا اغراض ما بقراش حقائق ومعلومات؟ شوف يا كابتن، للاسف ما اصاب الاعلام الرياضي اصاب الاعلام المصري ككل. نعم. ونحن نعاني بشده منذ سنوات من اخطاء بيرتكبها بعض المنتسبين الى الاعلام، اخطاء بتصل الى درجه الخطايا. والاعلام الرياضي لانه له جماهيره كتيره جدا فاخطائه بتبقى فادحه وخطيره جدا. وخليني ارجع افكرك بما كاد يحدثه الاعلام الرياضي من تدمير لعلاقات مصر بدول شقيقه ودول صديقه. نعم. افتكر هذا حدث، نفكر فعلا. الناس ولا هذا حدث معروفة. هذا حدث فعلا. فاذا للاسف موجود في مجال الاعلام الرياضي من يحركه الهوى، من يحركه الغرض، موجودين.
والاخطاء دي انا اعتقد انها في طريقها ان شاء الله، مش عايز اقول انها ستزول تماما، انما يعني تتراجع، ستتقلص بالتاكيد مع المنظومه الاعلاميه الجديده اللي بدات مع دستور 2014 اللي هي المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، الهيئه الوطنيه لاعلام المرء والمسموع، الهيئه الوطنيه للاعلام للصحافه، وراس الحرب بقى نقابه الاعلاميين، لان هي بقى اللي هتتابع وممكن بقى تفرز وتكشف، واللي بيثبت ان هو بيتجاوز المعايير المهنيه، اللي هو بيحكمه الهوى والغرض لضرب مؤسسه معينه او لضرب تجربه معينه، هنا بيخضع للمساءلة والمحاسبة، وبتصل إلى أقصى درجات المحاسبة. وأعتقد إحنا كنقابة الفترة الأخيرة أوقفنا عدد من الإعلاميات والإعلاميين، الناس ما كناش متصورين إن ده ممكن يحصل، إنما لا، ده والبقية تأتي. فأنت ما تقلقش من الحملات اللي لم تتوقف على مدى سنة، وكل ما تعمل إنجاز الحملة تزيد. فندم، في آخر أسبوع الواحد وهو بيفتح أي حاجة، يفتح جورنان، يفتح الراديو، يفتح تلفزيون، يحس إن مجلس إدارة النادي الأهلي ارتكب يعني فحشاء بإقامته الجمعية العمومية الخاصة على يومين، تحس إن الموضوع ومجلس فاشل طب ونيجي، طب أنا كراجل، أنا بقى واحد مشجع النادي الأهلي، أنا ماذا يعني أنتظر من مجلس إدارة للنادي اللي أنا أعشقه؟ هبص الأول حاجة النادي فرقة الكورة ماشية فين؟ ببطل الدوري، بعدين بطل الكاس، دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا، إذا أنا في المسار الصحيح. طيب أبص ليه موضوع الجمعية العمومية الخاصة؟ كل الخبراء القانونيين. طب ما قبل ما تنتقل للجمعية العمومية، أنت بصيت للكورة بس، لكرة القدم، أنت ما تشوف الألعاب الأخرى أنت عامل فيها إيه؟ حضرتك كمان أضفت أهو إضافة مهمة جدا، الألعاب الأخرى. مكتسح واخد 5 بطولات قارية ويمكن أكتر في إيراداته الأخرى. طب أنا عايز إيه تاني؟ أنا استخدمت كلمة إنجازات غير مسبوقة. نعم. من خلال متابعتي للنادي اللي أنا حياتي فيه، إن لأ، أنا كنت كل مرة أحس بانبهار وسعادة، الله كمان هنا إلى آخره، فده شيء طبيعي. وبالتالي الحملات بقى بتدور على حاجة جديدة، امسك بقى موضوع الجمعية العمومية واشتغل فيه. يعني هم مش لاقيين حاجه يا فندم، فمسكوا في حاجه زي ديت، وحتى دون وعي. ودون وعي وفي النهايه بيصطدموا بايه؟ بين الواقع غير كده، وان شاء الله في صدمه اخرى لما يقبل اعضاء النادي الاهلي على الاشتراك في الجمعيه العموميه القادمه بكره ان شاء الله. وانا متوقع ان العدد هيجي فوق مستوى التوقعات. بإذن الله. مش هقول بقى عشان ده في انديه زي هليوبوليس، كان المطلوب لهليوبوليس 7000، اظن حضر 17000 يا فندم. ما هو كان 7000 وبعد كده جاله خطاب ان اللي مسدد بس 5000، فهم المطلوب منك 5000، وتم استدراك حتى في الجريده الرسميه في الاهرام. تمام. واللي حضر كام بقى يا كابتن محمد؟ 17000. 17000. بقول حتى لو يعني بغض النظر، حتى لو في انديه ثانيه أعضائها المحترمين عملوا هذه الأرقام، حتى لو ما كانش فيه، إنما الأهلي بقى هو اللي يعملها. بالظبط كده. حتى لو دول ما عملوش كده، طيب الأهلي بتاريخه ومبادئه ومستوى أعضائه أعتقد هيعملها. طيب إحنا معنا الآن مباشرة من مقر النادي الأهلي زميلنا كريم هشام. كريم، عايزين نعرف منك إيه آخر أخبار الأجواء عندك داخل مقر النادي الأهلي، أمير هشام في مقر النادي الأهلي بمدينة نصر. تحية بيك يا محمد وبضيفك اكيد وبكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الاهلي في كل مكان. دايما بنحاول ننقل لكم الاجواء بشكل مستمر قبل ساعات خلاص من انعقاد هذه الجمعية العمومية الهامة جدا بالنسبة لكل اعضاء النادي الاهلي.
طبعا النهارده الخميس هنا اعداد كبيره من اعضاء النادي الاهلي متواجدين، لكن بعضهم اللي بيوافق انه يسجل معانا وبعضهم اللي بيبقى خجول شويه يطلع على الكاميرا، لكن هم في النهايه متحمسين جدا ان هم يكونوا حاضرين بكره خلال الجمعيه العموميه عشان يوافقوا على اللائحه ولائحه النظام الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي، واللي هي تعد اهم او لائحه مهمه جدا بالنسبه لاعضاء النادي الاهلي بشكل عام. عشان كده عايز انقل لك بعض الاجواء هنا بالنسبه لبعض الاعضاء داخل مقر النادي الاهلي في مدينه نصر. معايا احد اعضاء النادي الاهلي هنا. محمد، برحب بحضرتك في البدايه، واكيد شيء مهم بالنسبه لك انك تكرر اللائحه بتاعتك وبتاعت نادي. اكيد طبعا احنا بنطالب باللائحه الداخليه بتاعت النادي الاهلي لانها بتخدمنا وبتصب في مصلحتنا، وبعدين احنا شفنا انجازات من الباشمهندس محمود طاهر، يعني الراجل ما قصرش فعلا في خدماتنا وغير حاجات كتيره جدا، واحنا بنشجعه على كده، ولازم بكره ان شاء الله كلنا نكون موجودين في السرادق ان شاء الله عشان ندلي باصواتنا. وبشكر كمان مدير الخدمات بالنادي اللواء اسامه سامي، الراجل ما بيأثرش فعلا وبيحيط بالنادي كل وقته، يعني بيصرفه فعلا على الاعضاء علشان يحافظ على المكان والامن وكلام زي كده، وانا بشكره مره تانية. دور المهندس محمود طاهر في التصميم على النادي الاهلي يكون ليه لائحه خاصه بيه، عايز اخد رايك في الجزئيه دي. والله ده اكيد، لان احنا نادي كبير ولازم يكون لينا لائحه داخليه للنادي الاهلي، هي اللائحه دي اللي تدينا الحق وبنطالب بيها، بنطالب بحاجات كتيره جدا. تمام، والراجل ان شاء الله في مجاله بيمشي فعلا بيقدر ان هو فعلا يساعدنا في الكلام ده. لسه مستمرين معاك يا محمد، ومعايا برضو احد اعضاء او عضوات النادي الاهلي، برحب بيكي في البدايه وعايز اخد رايك في اهميه الحضور ان شاء الله للجمعيه العموميه غدا. انا شايفه ان الاهميه مهمه جدا جدا، لان فعلا النادي يعني محتاج ان عدد كبير جدا، يعني يكاد يكون كل اعضاء النادي تكون متواجده، لان اللائحه الداخليه للنادي فعلا يعني خدمتنا كتير جدا وبتخدمنا ولسه هتخدمنا. الدكتور الباشمهندس محمود طاهر عمل شغل جامد وكبير جدا جدا، ويشرفني ويسعدني ان تفضل الخدمات دي موجوده يعني تحت رعايته. طبعا بسم الله ما شاء الله النادي اتغير جدا في كام سنه، 3 سنين بقى حاجه تانية، بصراحه بقى حاجه تانية، ممتاز 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 من كل حضرتك شايف البرجولات وكل حاجه جميله. بالنسبه للنادي بقى، بالنسبه للائحه، مهم ان احنا يكون عندنا لائحه خاصه بينا، ما يبقاش فيه لائحه من خارج. لا لا لا، انا حابه وكل النادي تقريبا، انا تقريبا باجي يوميا في النادي، اغلب الاعضاء حابين ان تبقى اللائحه داخليه، وده حاجة تسعدنا وإن شاء الله تكون هي دي، وعدد كبير جدا 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 هيبقى موجود جدا بكرة إن شاء الله. إن شاء الله. لسه مستمر معاك يا محمد، أعضاء كتير جدا متواجدين هنا في النادي الأهلي مدينة نصر، كلهم عندهم الدافع والحماس الشديد للحضور إن شاء الله الجمعية العمومية غدا. برحب بحضرتك وعايز أخد رأيك في أهمية الحضور غدا إن شاء الله. دي أهمية قصوى طبعا، وخصوصا لأن مجلس الإدارة بيعمل راحة الأعضاء، يعني احنا ناس كبار في السن وساكنين في مدينه نصر، ليه دوخونا وودونا الجزيره؟ يعني مفيش فكر، يعني ده شغل لناس فراعنه، لازم يريحونا. لازم مبسوط بقرار مجلس الاداره ان يبقى في تصويت هنا على اللائحه في مدينه نصر؟ طبعا لازم يكون هذا القرار صح، وده قرار احسن قرار عملته مجلس الاداره في سبيل راحه الاعضاء، وده الكلام اللي هو المفروض يتفرض على طول على جميع الانديه، انه المفروض راحه الاعضاء اولا واخيرا. ثاني حاجه، انجازات الكابتن محمود طاهر غنيه عن التعريف، هو اول رئيس مجلس اداره يريح الاعضاء ويعمل انشاءات جديده وانجازات كره القدم، فالله يبارك له. اشكر حضرتك، شكرا. لسه مستمرين برضو معايا احد اعضاء النادي الاهلي، متوقع ان شاء الله يبقى في عدد كبير بكره في الجمعيه العموميه؟ ان شاء الله اكيد هيكون في عدد كبير، لان كل الاعضاء بيهمهم في الاول وفي الاخر مصلحه النادي، لان النادي ده بتاعنا كلنا وبيتوارثوا الاجيال بتوعنا، فاحنا عايزين افضل الخدمات لاولادنا وكده يعني. شكرا حضرتك. شكرا. ايضا عايز اخد رايك، الرساله اللي انت حابه توجهيها لاعضاء النادي الاهلي ان شاء الله عشان يكونوا موجودين بكثافه بكره ان شاء الله. انا بنشد طبعا كل الاعضاء ان هم يجوا، لان النادي بيمر بمرحله حرجه، محتاجين يعني كلنا نتجمع عشان نحافظ على تاريخ النادي بتاعنا اللي احنا اتربينا فيه من زمان. وطبعا انا بنشدكم كلكم ان انتوا تتجمعوا بكره ان شاء الله من الساعه 9 لغايه الساعه 7 تقريبا عشان ننقذ النادي. مش شرط يفضلوا قاعدين كل المده دي، بس مش شرط، وان شاء الله النصاب يكتمل ال 12500 وباذن الله نحمي النادي بتاعنا.
محمد، دي طبعا كانت بعض الاجواء هنا من داخل مقر النادي الاهلي في مدينه نصر قبل ساعات خلاص من انعقاد هذه الجمعيه العموميه الهامه جدا اللي هتبتدي ان شاء الله اول يوم بكره الجمعه ان شاء الله مدينه نصر، ثم ثاني يوم ان شاء الله هتكون في الجزيره. وخليني اقول لك انا متوقع ان شاء الله ان هيبقى في اعداد كبيره جدا هتفوق ال 12 ونص طبعا من اعضاء النادي الاهلي، هيكون متواجد عدد اكبر بكتير ان شاء الله عشان يوافقوا على هذه اللائحه الهامه جدا لكل اعضاء النادي الاهلي. لو في اي استفسار يا محمد اتفضل. شكرا زميلنا امير هشام، ان شاء الله لما بيكون عندك اي من الاستفسارات ايضا ما بين من قبل الاعضاء او ايضا من الاراء من قبل الاعضاء يا ريت حضرتك توافينا، لان صوت اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي دائما ياتي عبر قناه ناديهم قناه النادي الاهلي. استمر في الحوار مع ضيفي الكبير الاستاذ حمدي الكنيسي. استاذ حمدي، كنا بنتحدث عن ان في بعض من المسؤولين لا يعلم ما هو الفارق ما بين الفرع وما بين المقر، وبيطلع يتحدث في وسائل الاعلام يقول لك اشمعنى نادي اليوبلس، كنا نتحدث عن الجمعيه العموميه لنادي اليوبلس وما شاء الله اقروا لائحتهم الخاصه ورفضوا الاسترشاديه رفضا باتا، وجاء قال لك اشمعنى ما عملوش في الشروق، فهو يبدو ان رئيس منظومه كبيره لا يعمل الفرق ما بين الفرع والمقر. يعني هو بغض النظر عن مين هو صاحب هذا الخطأ الفاضح اللي مش قادر يفهم ان فرع لان مدينة نصر ده مقر، المقر الثاني زي ان شاء الله برضو الشيخ زايد، وده من الانجازات برضو اللي الناس مش عارفة قيمتها دي. انا ساكن في الشيخ زايد وحاجة تشرف وتفرح يعني. فيعني يجي مسؤول في مكان ما يخلط ما بين فرع ومقر، يعني لعله يعني يعيد النظر في مواقفه كلها بقى لو كان ده نموذج لمواقفه بصفه عامه. يعني ده انا شايف ان الحقيقه خطا يعني ينتقص كثيرا من احكام بقى عامه من هو ما يعنيش. طب استاذ حمدي، حضرتك كنت في موقع القياده للعديد ما شاء الله من الهيئات، ومن الوارد ان كرئيس او كقيادي اخذ مش عايز اقول يعني ممكن اخذ راي او اخذ راي بعض من المستشارين، وممكن يبقى هذا الراي وهذا قرار خاطئا. مش من الوارد ان انا استرجع مره اخرى اموري واستعيد توازني واسترشد مره اخرى بشكل اوضح واصحح الاخطاء بدل من التعنت والمواصله على التعنت على الخاطئ؟ يعني المفترض ده اي انسان عارف قيمة الموقع اللي هو فيه ويعلم توقعات الناس وآراء الناس ايه، لابد ان هو مش عيب ابدا ان هو يصحح خطأ هو وقع فيه، مش عيب ابدا ان يقول انا كنت متمسك بكذا انما ما ظهر امامي بيديني فرصة ان انا اقول احترم الرأي الاخر والموقف الاخر. ده اللي انا اتمناه، ومن تجارب مباشرة لي في مواقع كثيرة جدا، مواقع هامة جدا، عمر ما كنت أتشبث برأي قلته ما دمت بقى أجد من يهمس في أذني أو يقول لي كذا كذا، كان شيء طبيعي جدا ده. فأنا أتمنى أن أي مسؤول أخذ موقف عصبي قوي تجاه النادي الأهلي في الفترة الأخيرة أن هو يعني ربنا يهديه وفكر بشكل أفضل لصالحه هو شخصيا حتى لا يفقد الكثير من مكانته، ولصالح الرياضة بصفة عامة، لأن الأمور بتتضح وبتنكشف. وأعتقد عندما يستمر الإنسان في أخطائه بيقطع لنفسه طريق الرجعة. طيب حضرتك شايف المشهد إزاي قبل خلاص ساعات على انعقاد الجمعية الخاصة اليوم الأول للنادي الأهلي في مقر النادي الأهلي بمدينة نصر، وسمعنا آراء أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي وشاهدنا ما حدث في نادي هليوبلس، حضرتك شايف المشهد إزاي؟ المشهد بالتأكيد أعضاء النادي الأهلي العريق. النادي الأهلي اللي أخذ مكانته زي ما قلنا على الساحة الدولية، واللي أعضائه ومبادئه بتفرض نفسها على كل المجالات. أعتقد أن أعضاء النادي الأهلي لن يقبلوا بأن تفرض عليهم لائحة أخذت اسم استرشادية اسمها الحقيقي إجبارية واسمها الآخر قهرية، لن يقبلوا ده. فأنا أعتقد مجرد الإحساس بأن النادي الأهلي بمكانته وعظمته
بتفرض عليه حاجة زي كده يعني بالتأكيد لن يقبل ذلك أي عضو في النادي الأهلي صغير، حتى طفل أطفال النادي الأهلي لن يقبلوا ده. وده اللي خلاني من خلال الحوارات اللي احنا شفنا منها نتائج حماس الناس كلها، ومدركين ده، مدركين ان ده اختبار لمستوى اعضاء النادي الاهلي ووعي اعضاء النادي الاهلي وادراك اعضاء النادي الاهلي ان دي مرحلة بتبدا، الكل لازم يشارك في صنعها بموقفه غدا ان شاء الله، ولما يجي بكره ان شاء الله ويقول احنا كنا بنقول في المقر اللي في مدينة نصر واللي في الجزيرة الاثنين هيكملوا العدد، لا ده احنا في مقر واحد جبنا اكثر من العدد المطلوب بمراحل ان شاء الله. الله. طب احنا معنا مراسلنا في مقر النادي الاهلي بالجزيرة كريم احمد. كريم، ماذا لديك من اجواء واراء اعضاء الجمعية المومية داخل مقر النادي الاهلي بالجزيرة؟ زميلي محمد، لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وتحيه واجبه طبعا لاستاذنا الكبير الاستاذ حمدي الكنيسي. زي ما بنقول طبعا مستمرين معاك هنا، والتغطيه خاصه قبل انطلاق طبعا الجمعيه العموميه او الاجتماع الخاص بالنسبه للنادي الاهلي. اكيد طبعا هنستطلع طبعا اراء الاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. معنا طبعا بعض الاعضاء هنا في النادي الاهلي. باخد طبعا رايك في البدايه طبعا عن الندوات الاخيره بالنسبه طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي، كان فيها استفاده كبيره زي ما قلنا، وكل الاعضاء الحقيقه طبعا يعني عندهم حماس كبير جدا ان هم يكونوا متواجدين غدا. حضورك بكره واجب، بكره شايف الامور بالنسبه لك عامله ازاي كاول يوم في الاجتماع؟ انا شايفه ان شاء الله بكره كلنا لازم نحضر. اعتقد نادي هليوبلس، نادي سموحه، يعني مش يعني قدر ان هو يعمل ده ويحسمه من اول يوم، احنا نقدر نعمل ده، احنا النادي الاهلي نادي القرن يعني. يعني ان شاء الله بكره كلنا هنبقى متواجدين، وانا شايفه الحمد لله في حماس كبير بين الاعضاء النهارده، وكل حتى اللي قريته في السوشيال ميديا. يعني ان شاء الله بكره كلنا رايحين باذن الله. ليك نقطة مهمة كنت عايز تتكلم فيها، موضوع المقر ده، انت كان خدت بالك طبعا من التصريح الخاص بالنسبة للأستاذ عماد وحيد واللواء شيرين شمس، شايفة الموضوع ده ازاي؟ لأن في لغط كبير جدا بيقول أن النادي الأهلي الجزيرة مقر ونادي مدينة نصر مقر، لكن هما الاثنين مقر واحد، انت متابعة الموضوع ده ازاي؟ فعلا كان الموضوع ده النهارده تقريبا، يعني كان هو حديث السوشيال ميديا طول اليوم. طبعا بعد الورقه اللي طلعت من مديريه الشباب والرياضه، خلاص يعني ده ورق رسمي طالع ان الاهلي والجزيره هو في نفس هو مقر. تهيألي استاذ محمد سويلم هو اللي كان ماضي حتى على القرار ده، فخلاص يعني ده هم اللي كاتبين ان هو مقر واحد مش مقرين زي يعني. فاذا كل اللي حاصل اللغط ده خلاص ينتهي بمجرد ان الورقه دي موجوده بس. فيعني انا مش قلقانه من ده خالص يعني. وفكره اللي برضو اللي انا عايزه اقولها لك، حته اللي هي تقسيم الاعضاء ومش تقسيم الاعضاء، انا ما اعتقدش وعمري ما حسيت بكده على فكره. احنا بنروح نيجي الجزيره وبنروح مدينه نصر وبنروح زايد، ما فيش الكلام ده خالص يعني. حته تقسيم الاعضاء دي انا حتى الان كعضوه مش فاهمه يعني ايه. يعني انا ممكن يكون قاعد جنبي حد اصلا من عضو في اهل مدينه نصر او عضويته اصلا مدينه نصر، اجزم ما فيش الكلام ده يعني. يعني ما فيش حد بيدخل يقول انا عضو مدينه نصر او عضو جزيره، احنا كلنا اعضاء النادي الاهلي بس. انتقل طبعا يمكن برضه ياخد رايك غدا ان شاء الله يوم هام في تاريخ النادي الاهلي وجمعيته العموميه، حابه تقولي ايه قبل بدايه الاجتماع والجمعيه العموميه، ومتابعه الموضوع الفتره اللي فاتت ازاي والهجوم الكبير على النادي الاهلي؟ اولا اول حاجه بشكر الاستاذ عماد وحيد على الكلام اللي هو قاله من شويه على قناه الاهلي. وبعد كده يعني احنا ملناش دعوه بكلام اللجنه الاولمبيه، يعني هم مش هيقولوا لنا احنا هنعمل ايه او يعني. هو بيتنا المفروض النادي الاهلي، هم احنا اللي نقول القرارات مش هم اللي يفرضوا علينا حاجه بس. في حاله استقرار وتطوير كبير جدا في النادي الاهلي، انت كاحد الاعضاء لمسها ازاي؟ شايفه الامور بالنسبه لك الفتره اللي فاتت في الثلاث فروع وليس في مقر الجزيره، لمسه الموضوع ده ازاي على ارض الواقع؟ هو النادي فيه تطورات كتير قوي حصلت، ومن جيم بقى وكل حاجه يعني. والاهلي زايد حلو جدا برده، فيه تطورات كتير حصلت. بس مجلس الاداره عمل شغل جامد حلو قوي يعني. رسالتك ايه لزميلاتك اعضاء الجمعيه العموميه غدا ان شاء الله يوم مهم جدا ان شاء الله في تاريخ النادي الاهلي، تقول لهم ايه ان شاء الله؟ لان فاضل ساعات بسيطه جدا بالنسبه للتصويت على الجمعيه العموميه. لازم طبعا كل الناس تحضر، وطبعا احنا هنحضر بكره وهنأيد القائمه ان شاء الله.
مستمرين معاكم طبعا، وبنستطلع برضو بعض الاراء لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. بتابع الموضوع ازاي وشايفه الندوات الفتره اللي فاتت كانت مثمره جدا بالنسبه للاعضاء، استفدتوا منها بشكل كبير؟ وقولي لي حابه تقولي ايه في اللحظات دي. طبعا انجازات كتيره جدا في النادي ما كانتش موجوده، احنا بقى لنا سنين وكان ولادنا بيتدربوا ما كانش فيه النظافه، وصاله الجمباز اللي اتفتحت الاسبوع ده وحاجات كتيره جدا، ونادي الشيخ زايد حاجات ما كانش فينا اي حاجه كانت كويسه في النادي بصراحه. الله يبارك له وان شاء الله يفضل معانا، ويا ريت كل اعضاء النادي بكره نجتمع كلنا عشان نبقى ايد واحده. لازم النادي ده بيتنا، بيتنا الكبير، لازم كلنا بايدنا في ايد بعض عشان نحافظ عليه. طبعا برضو باخد رايك عن حضور غدا ان شاء الله بالنسبه للجمعيه العموميه، مهم جدا الحضور، شايفه الحضور بكره بالنسبه لك ازاي؟ لا ناديه يعني ده اهم حاجه، ان انا الانجاز والكده اللي انا شايفاه، فطبعا ده لازم اكون موجوده، يعني حاجه يعني حاجه طبيعيه يعني. الانجاز اللي عمله كمان الاداره اللي عملته رهيب يعني، فظيع يعني، باين كل حاجه. تجديدات جميله جدا غير الاول، يعني الاول كان كوره يعني، كان اكتر للكوره يعني عارف، لكن ده لا للنادي اجتماعيا اكتر. يمكن النادي الاهلي الوحيد اللي عرض لائحته على اعضائه وناقشها في ثلاث ندوات، دي حاجه يمكن مميزه جدا لمجلس الاداره، استفدتوا منها اكيد وهتيجوا بكره تقولوا بصوتكم. طبعا للجمعيه طبعا هنيجي اكيد مستفيدين وكويس، وده نادينا لازم 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 نشجعه، وهو فوق الجميع يعني مفيش فيها كلام يعني. رسالتك ايه للاعضاء غدا اعضاء الجمعيه العموميه؟ ان كله يجي يعني، طب ويقول كلمته، وان احنا نحاجي نادينا يعني، ده دي حاجه مهمه جدا يعني. ميرسي يا فندم. كل الشكر طبعا والتقدير لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، زي ما بنقول في حماس كبير جدا للاعضاء، غدا يوم هام جدا في تاريخ النادي الاهلي ان شاء الله، وعي كبير من اعضاء النادي الاهلي، وزي ما بنقول طبعا يمكن الندوات الماضيه بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي كان ليها تاثير كبير جدا على توعيه الاعضاء، بعض المقارنات الطبيعه اللائحه الاسترشاديه اثر من اللجنه الاولمبيه لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي. مستمرين معاكم هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره، ولقاءات عديده مع اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. شكرا زميلنا كريم احمد من مقر النادي الاهلي بالجزيره. حضرتك كان ليك تعقيب على الحقيقه عجبتني قوي جمله قالتها احدى العضوات، يعني بتقول احنا الاهلي، دي بين قوسين لوحدها بتقول ايه معنى وقيمه الاهلي وايه وعي اعضاء النادي الاهلي، هي بتعتبر نفسها الاهلي، فنعتقد اعضاء الاهلي اللي بيعتبر نفسهم هم الاهلي فعلا، وهم اللي بيتابعوا وسعداء بكل ما تحقق حتى وقتنا هذا، وعندهم نوع من التحدي، لان واضح جدا ان النادي تعرض زي ما قلنا في البدايه لحملات ممنهجه واضحه لاغراض معروفه، فده بيثير طاقة التحدي عند كل عضو في النادي، وده اللي خلاني أقول لحضرتك من البداية إن أنا متوقع العدد يكون أكبر مما يتوقع الكثير بإذن الله. طيب سيادة المستشار رجاء عطية طلع بيان إن بيقول فيه إن اللجنة الأولمبية تحاول إبطال عمومية الأهلي، إلى كل من يهمه الأمر اللجنة الأولمبية تحاول بشتى السبل تعطيل انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي بغرض إبطالها. وأضاف سيادة المستشار رجاء عطية على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن وذريعة اللجنة الأولمبية هي باطلة، فلا يوجد في قانون ما يمنع انعقاد الجمعية العمومية على يومين تلافيا للزحام الذي يعطل انعقادها في يوم واحد بمقر الجزيرة المخنوق أصلا. وتابع انتخابات رئيس الجمهورية زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة تجرى في أكثر من يوم، وانتخابات البرلمان تجرى على عدة شهور، اللجنة الأولمبية تدفع الأمور إلى أزمة بلا حجة وبلا داعي، ويجب تبصيرها بالضرر الهائل الذي سينجم من تعنتها ومخالفتها للمنطق وللقانون. أكيد حضرتك ليك تعقيب على بيانات المستشار رجاء عطية. هو المستشار رجاء عطية صديق، وأنا من الناس اللي بعتز بيهم وبحترم فكرهم وبحترم ثقافتهم القانونية، وبالمناسبة هو كان يعني قال مرة أو اتخذ كده تصريح أنه بنصح الأهلي يعملوها في الجزيرة أو مقر واحد، فورا التقط البعض هذه الكلمات وحولوها بقى إلى نوع من آدي رجل القانون بيقول كذا. طب ما رأيكم بقى لا دام فضلكم إذا كان رجل القانون جاء النهاردة بقول لكم بمنتهى الوضوح أن اللجنة الأولمبية
بتحاول تعطل مسيرة النادي الأهلي. أنا بعتبرها مسيرة النادي الأهلي مش مجرد جمعية عمومية أو غيره. لا ده بتعطله. الراجل قالها بشكل واضح، وأنا على فكرة لما قريت ما نشر إن هو بيقول هو بينصح يعني جماعة بلاش دوشة إلى آخره. أنا طلبته عشان أقول له هل أنت قلت فعلا ده؟ لأن أنا عارف طبعا هو حجة في القانون يعني. يمكن التليفون بتاعه كان مشغول على طول ما أمكنش. إنما الحمد لله، وأنا على فكرة أنا عرفت الرأي ده اللي أنت قلته أستاذ محمد عليا، إن هو فعلا صحح، مش صحح، وضح رؤيته القانونية العملية إلى أن محاولة اللجنة الأولمبية إنها تعطل، وأنا هقول تاني الجملة، مسيرة النادي الأهلي محاولة غير مقبولة. وأعتقد يعني أعضاء النادي الأهلي بقى هيردوا الصاع صاعين لكل من حاول تعطيل مسيرة النادي الأهلي. طب أنا أسأل حضرتك سؤال بيجي في الأذهان، يعني أنا بالنسبة كلجنة أولمبية مفروض المنوط بيا إن أنا أرتقي بمستوى الرياضة المصرية. طب لما يكون عندي أنجح نادي في المؤسسة الرياضية داخل مصر في الشرق الأوسط وفي أفريقيا ما شاء الله النادي الأهلي، هل من المفترض إن أنا أقف معاه وأدعمه وأساعده على مسيرته، ولا ان انا احاول اعطل مسيرته؟ وده مش منطقي بالنسبه لنا يا استاذ زحم. هو مش منطقي، انما لابد ان يعود الجميع الى المنطق. مجلس الاداره في اللجنه الاولمبيه بالتاكيد انا اعتقد ان هم دلوقتي في لحظات تستدعي التفكير بشكل مختلف وتصحيح مسار الفكر اللي اظهر اللجنه الاولمبيه بالصوره اللي بتقول عليها، ان اللجنه الاولمبيه بكل مهامها ومسؤوليتها لا يعني لا تساعد وتدعم نادي بيدي قيمه للرياضه في مصر. انا اعتقد فالكلام بقى للمجلس ككل عشان خاطر بكلامنا واضح، انما الرد الاخر برضه هيجي من اعضاء النادي الاهلي بكره ان شاء الله. وعلى فكره بالمناسبه انا اعلم ان الناس بطبيعتهم يعني الى ان ايه سينطلقوا كلهم الى النادي الاهلي في مدينه نصر، عشان في المقر اللي موجود في مدينه نصر تم الرد على كل اللي حصل اكتر مما يتوقعون. ايضا اعتقد وده مهمتكم انكم توضحوا ان معروف طبعا مشاكل المواصلات و ان في توفير وسائل نقل قلنا كبير. النهارده في 20 حافله هتكون في صباح اليوم صباح الغد ان أيوة. شاء الله هتنقل الساده الاعضاء من مقر الشيخ زايد من مقر الجزيره وفرع الشيخ زايد الى مقر النادي الاهلي المصري عشان نسهل على الاعضاء عمليه تسهيل، وده شيء طبيعي وعلى فكره مش اختراع، ما ده اللي بيحصل في كل الانتخابات وكل جمعيات عموميه. نعم. طيب احنا معنا مراسلنا امير هشام من مقر كريم احمد عفوا من مقر النادي الاهلي بالجزيره، ومعه الاستاذ هاني عبد المنعم ومدير مقر النادي الاهلي بالجزيره. كريم اليك الكلمه. زميلي محمد كل مشاهدي قناه الاهلي، اكيد طبعا يمكن كل الادارات هنا بتعمل على قدم وساق لانجاح طبعا الجمعيه او الاجتماع الخاص بالنسبه للنادي الاهلي، واكيد بينضم لنا الكابتن هاني عبد المنعم مدير مقر النادي الاهلي بالجزيره. كابتن هاني مجهود رائع كالعاده طبعا متعودين على كده، لكن بكره يوم هام زي ما بنقول هيبقى يوم فاصل في تاريخ النادي الاهلي، كل الادارات مستعده. حطنا في الاجواء الاخيره، ساعات خلاص قليله جدا وهيبدا التصويت على الاجتماع الخاص او لائحه النظام الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي. مساء الخير عليك الاول، وبحب امس طبعا على الاستاذ حمدي الكنيسي واحد من العلامات في النادي الاهلي، طبعا زعيم المثقفين وعضو مجلس اداره سابق في النادي الاهلي، وعلامه نعتز بها ونفتخر بها. طبعا احنا كل استعداداتنا تمت الحمد لله رب العالمين، جاهزين وحاضرين ان شاء الله لتوقعاتنا ان شاء الله، وبنراهن على وعي الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. ما احناش اقل من الانديه الثانيه اللي تممت الموضوع. الموضوع ده لصالح النادي الاهلي وصالح اعضاء النادي الاهلي. طبعا ما زلنا بنعيش الحمله المستمره من الناس اللي عماله تقول لك دي بطله ومش بطله. هو يعني هي لو بطله انتوا عاملين الحمله دي ليه؟ طب ما بطله خلاص، ما انت عارف انها بطله، بس هي مش بطله. هو بيتكلم اي كلام وعمال انا اول مره اشوف في حياتي في الدنيا ناس مكرسه نفسها انها توجه رساله لاعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي انها ما تجيش. حاجه غريبه جدا. طب انت مضرور من ايه ان الناس تيجي ولا ما تجيش؟ انت مالك؟
انت كلجنه اولمبيه ولا خلافه اي حد يعني، انت مالك؟ ما تخلي اللي عايز يجي يجي واللي مش عايز يجي ما يجيش. النتائج والكلام ده سيبها للجمعيه العموميه، الجمعيه العموميه هي اللي هتحدد ايه اللي هيكون بطل وايه اللي مش بطل. هذا هو نص القانون. القانون واللائحه الاسترشاديه ادت الحق للجمعيه العموميه انها تعمل لائحتها وانها هي اللي تقرر. انت ليه عايز تسحب القرار ده من الناس؟ سيب الناس تعمل اللي عايزاه. والناس اللي بتتكلم على استعدادات بالذات ان احنا واحنا لما نريح على الاعضاء الدنيا دي تبقى عيبه وتبقى ده حاجه مش كويسه لصالح ابناء الاهلي، لا بالعكس، جميع الانديه عملت كده. يعني نادي هليوبوليس عمل كده، اسمه عمل كده، نادي الجزيره عمل كده. الناس بس ما بتقراش، الناس كلها مركزه مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيقدم خدمات ايه لاعضائه. احنا بنخدم خدمات لاعضائنا علشان الناس تيجي للجمعيه بشكل مريح وتبقى الناس متوفر بالنسبه لها متاح. وتعالى قول رايك، ما حدش فارض حاجه على حد، ناس تقرا الموضوع وتيجي تقول رايها في لائحتها. اختارتها اهلا وسهلا، ما اختارتهاش اهلا وسهلا برضو. يبقى ده اختيار العضو، هو اللي حدد لنفسه اتجاهه اللي هيمشي عليه. مفيش في موضوع مؤامره، ومفيش في موضوع الحاجات اللي هو الناس عماله بتصدرها للناس دي، حاجه غريبه جدا الواحد مستغرب لها بشكل كبير جدا. كل يوم كل يوم كل يوم في ايه؟ ايه الموضوع؟ مش قادرين نفهم ايه الموضوع. انتوا ايه الضرر اللي واقع على الناس ان الناس تيجي تقول رايها في لائحتها؟ يعني الناس اللي بتحرض الناس على عدم الحضور ده، وهنقسم الاهلي والاهلي هينقسم، والكلام كلام كبير جدا ملوش اي معنى. النهارده عضو النادي، عضو النادي الاهلي في اي حته فيهم. انا في مدينه نصر، بروح نادي اهلي مدينه نصر كل يوم مع اولادي بيلعبوا رياضه هناك يعني، وانا موجود في الجزيره. ما فيش تقسيم نهائي. يعني ايه التقسيم ده؟ ده كلام يعني كلام كبير جدا طالع بره الكونتكست، يعني بره الموضوع خالص. يعني نتمنى ان شاء الله، وانا براهن على وعي الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، وبراهن ان بكره ان شاء الله الحضور هيثبت للجميع قد ايه النادي الاهلي ده كبير، وقد ايه اعضائه ده ناس كبيره مش ناس تعرف تقاد. وما فيش حد يعرف ياثر على الجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي يا جماعه، لا من هنا ولا من هنا. الجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي كلهم ناس كلهم على وعي عالي جدا، وناس كلهم مثقفه، وناس فاهمه كويس جدا مصلحتها فين، والناس اللي شايفه مصلحتها في اي اتجاه كان هينفذوها. بس احنا ان شاء الله برضو بنراهن على ان الجمعيه العموميه فاهمه كويس جدا مصلحتها فين، تيجي تختار لائحتها. او عايزين لو ما جاتش يبقى هو اختار اللائحه الاسترشاديه. يعني انت في الحاله دي في كلا الحالتين انت برضو هتطلع عضو الجمعيه العموميه هو اللي مقرر، هو اللي قرر اختياره. انت جيت يبقى طلبت بحقك اللي الدوله منحته لك، مش احنا اللي منحناه لك، الدوله. القانون اللي اقر في مجلس الشعب ادالك هذا الحق. اللائحه الاسترشاديه اللي فيكو يقدر يطلع منها بند احنا مخالفين فيه يطلعه. انا بتحدى هذا الكلام على الهواء اهو، انا بقول لحضرتك انا قاري اللائحه وقاري القانون كويس جدا. اللي يعرف يطلع منهم اي حاجه النادي الاهلي ما التزمش بيها بحذافيرها زي ما هو مكتوب يفضل يطلعها ويطلعها على الهواء، انما هو كله كلام مرسل. البند رقم 16 اللي موجود في اللائحه الاسترشاديه الناس تطلعه وتشوفه بيقول ايه؟ بيقول للجمعيات العموميه هي اللي ولمجلس الاداره الحق في ان هو يجيب لجنه باشراف قضائي، لجنه مكونه من قضاه. وهذا ما تم، كل ما ذكر في القانون اللائحه تم بحذافيره، ما فيش خروج. النادي الاهلي لا يخرج عن القانون، النادي الاهلي لا يخرج عن الدوله، النادي الاهلي مع الدوله في كل حاجه. عمر ما النادي الاهلي هيطلع عن القانون، وعمر ما النادي الاهلي هيخالف الدوله في حاجه. الكلام ده كلام مصدر كله وتصعيد لمشكله هم عاملينها مش احنا، هم اللي عاملين المشكله مش احنا. ما الضرر الواقع على اللجنه الاولمبيه ان اكتمال الجمعيه العموميه للنادي الاهلي؟ هو انت متضرر من ايه؟ ايه دعوه؟ ايه علاقتك بالموضوع؟ ده موضوع يخص النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي. هاني، واكيد بنروح على وعي الاعضاء غدا ان شاء الله يكون يوم حافل في تاريخ النادي الاهلي. ان شاء الله هيكون يوم جميل وهيكون يوم مشرق، وان شاء الله النادي الاهلي دايما هيكسب ان شاء الله. احنا اهلاويه بنحب المكسب، النادي الاهلي بيكسب، مش ما بتسماش باسماء، النادي الاهلي بيكسب ان شاء الله. الاهلي فوق الجميع، والاهلي دايما هيكسب ان شاء الله. كل الشكر طبعا والتقدير للكابتن هاني عبد المنعم مدير مقر النادي الاهلي بالجزيره، ومستمرين زي ما بنتكلم طبعا معاكم مع مدير اداره الخدمات بالنادي الاهلي الاستاذ اشرف طه. زي ما بنقول كل ادارات النادي بتعمل على قدم وساق لينجاح الاجتماع الخاص بالنسبه للنادي الاهلي هنا وفي مدينه نصر. اكيد في تواصل كبير بينك هنا ومدينه نصر. حطينا في الاجواء الاخيره واخر اللمسات في استقبال الجمعيه العموميه يوم السبت هنا في الجزيره. من غير ما احط لمسات ولا حاجه يا كريم، احنا جاهزين دايما عاده الحمد لله. النادي الاهلي باداراته المختلفه بالاداره التنفيذيه اللي انا بشكرهم كلهم، انا عايش بقالي اكتر من اسبوعين في القصه، بشكرهم كلهم على مجهودهم، لان انا شايف قد ايه الناس بتبذل مجهود عشان راحه الاعضاء وعشان خاطر يبقى يوم. انا بقول لك ان شاء الله هيبقى تاريخي في تاريخ النادي الاهلي، تاريخي واصل، وبقولها بمنتهى الامانه. انا متاكد من اعضاء النادي الاهلي، ومتاكد من وعيهم، ومتاكد من قد ايه الناس. انا كل حته انا يعني الناس كلها بتكلمني، احنا يا كابتن عايزين نروح بكره الصبح الساعه 9. انا شايف حاله في النادي الاهلي هنا وفي الشيخ زايد وفي مدينه نصر،
انا بشكر الاعضاء عليها من قبل ما يحصل بكره ان شاء الله اجتماع الجمعيه العموميه باستعدادات ايه. احنا دايما جاهزين، دايما النادي الاهلي في صوره ابهى، دايما الناس بنعمل على راحتها، دايما كل وسائل السبل الراحه من باركينج مأجرينه في الاوبرا لكل وسائل الاستعداد كله متاح، لكن احنا مش بنفكر في ده. احنا اللي بنتكلم فيه لان ده شغلنا واحنا عاملينه على الوجه الاكمل. اللي بنفكر فيه هو كام، لان انا متاكد ان وعي اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، انا متاكد من ان احنا هنعمل ريكورد. معلش انا بس يعني في حاجات الواحد بيشوفها انا يعني مستفز منها الحقيقه. يعني انا يعني اللغط ده كله على ايه؟ احنا بنريح اعضائنا، انا مش فاهم ايه المشكله، فين المشكله؟ انا مش عارف والله فين المشكله. احنا بنقول احنا عندنا جواب النهارده طلعناه ان في النادي الاهلي بمقريه اللي هو الجزيره ومدينه نصر. فين مدينه نصر 52 فدان، النادي الاهلي هنا 14 15 6 18 فدان، مش دي لا المساحه ولا المكان ولا الموقع اللي يستوعب العدد الكبير اللي احنا المفروض ان احنا نستهدفه. لكن مش ممكن احنا نريح اعضائنا والناس تهاجمنا او تهاجم النادي الاهلي. امبارح طالع اعلامي انا ما بسمعوش اساسا قال لك هنقلوا مدينه نصر عشان تتطبخ. تتطبخ ايه يعني؟ حضرتك تتطبخ ايه؟ انت بتقول ان انت عضو في النادي الاهلي. انا بقول لك حضرتك عيب، ما ينفعش ده يتقال، لان النادي الاهلي ما فيهوش الكلام ده. لو انت حضرتك جيت النادي الاهلي في اي وقت وعشت في وسطينا هتعرف يعني ايه النادي الاهلي. ما فيش حاجه اسمها الكلام ده عندنا، ما فيش تطبيخ. حضرتك بكره هيبان الحشد اللي موجود، هيبان الناس جايه قد ايه، الناس مستنفره قد ايه، واللي حصل في الاعلام الفتره اللي فاتت ساهم بقدر كبير جدا ان الناس تيجي. يعني كل اللي بيحصل ده بيخلي الناس تقف جنب ناديها، وانا متاكد الناس جايه بكثافه وهتقف جنب ناديها ازاي، لان في النهايه احنا النادي الاهلي مش اكتر من كده. عفوا. مستمرين معاكم واكيد برضو بنستطلع اراء الاعضاء بالنسبه للجمعيه العموميه للنادي الاهلي. وزي ما بنقول طبعا غدا يوم مهم جدا في تاريخ النادي الاهلي، حضوركم حضور واجب بالنسبه لاعضاء الجمعيه العموميه. حابه تقولي ايه قبل ساعات قليله من التصويت على لائحه النادي الاهلي؟ احنا طبعا بندعم النادي بتاعنا وشايفين انجازات كبيره في النادي، فمش هنسيب النادي بتاعنا طبعا، لازم ندعمه. في حاله تطوير كبيره جدا انت لمساها هنا واستقرار في النادي الاهلي؟ اكيد اكيد طبعا، في تطوير وفي انجازات في النادي وفي بطولات، لازم طبعا ندعمه. حابه تقولي ايه للجمعيه العموميه الخاصه بالنادي الاهلي او الاجتماع الخاص بالنادي الاهلي، واستقبلتي الفتره اللي فاتت والهجوم الكبير على مجلس اداره النادي الاهلي والنادي الاهلي ده ازاي؟ هو احنا فعلا النادي حاسين بانجازات عظيمه فعلا السنه دي في النادي الاهلي، في كل حاجه، في نظافه النادي وازاي الاقبال الناس على النادي، وفي البطولات بالذات. احنا يعني في واضح قوي ان احنا السنه دي في كره القدم، في السباحه، في الباسكت، في كل حاجه في النادي باين ان احنا في انجازات جامده قوي للنادي الاهلي هنا. فطبعا يعني احنا مش مصدقين اللي احنا فيه، النادي الاهلي فيه طفره جميله فعلا. فدوت اللي هيخلينا لازم نشجع اللائحه ديت، وبكره ان شاء الله في مدينه نصر وبعد بكره في الجزيره احنا موجودين ومع اللائحه ديت. الهدف كله اقرار اللائحه، عضو الجمعيه العموميه هو من يقر لائحته وليس اي طرف اخر. اه بالظبط بالظبط فعلا. رسالتك ايه للاعضاء بكره ان شاء الله قبل الحضور؟ كله يجي، والنادي ده بيتنا التاني، وفعلا من حقنا ان احنا ندافع عن نادينا ونقف جنبه ونسانده حتى عشان يكبر ويكبر ويبقى احسن. اكيد برضو مستمرين معاكم، وناخد يمكن حضورك بكره واجب عليك كعضو جمعيه عموميه للنادي الاهلي. هتيجي بكره هتقولي ايه لزمايلك وشايفه اهميه الحضور بكره ازاي؟ كلهم لازم يجوا، كلهم لازم يدافعوا عن ناديهم وعن لائحتهم وعن انجازاتهم وبطولاتهم. وكفايه نادي الشيخ زايد وحلاوته والناس اللي فيه والبسين اللي الساعه 10 والفسحات اللي عاملينها لنا، واولادنا كلها موجوده، وكفايه نظافه النادي وكفايه انجازات البطولات وكل حاجة. هقول بتنزعجي لما بتشوفي هجوم على مجلس إدارة النادي الأهلي أو النادي الأهلي؟ طبعا أكيد طبعا، هجوم باطل، لأن هو عامل حاجات كفاية المعارض اللي عاملها للسيدات اللي بتدخل يعني الدخل لبيوتهم لا، وكفاية كفاية الأنشطة والبطولات والكلام ده كله، يعني كفاية الكاس اللي جه وكفاية الدوري وكفاية كل حاجة كل حاجة. رسالة بس للنادي الأهلي إن فعلا النادي الأهلي فوق الجميع.
هو فعلا ده شعارنا، ان النادي الاهلي فعلا فوق الجميع. احنا هناخد منكم الكلام ده واكيد هنختم معاكم بان النادي الاهلي فوق الجميع، ده شعار اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. زي ما بنقول ليوم هام جدا غدا بالنسبه للتصويت على اللائحه الاساسيه للائحه النظام الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي. زي ما تحدث معانا الكابتن هاني، اللواء شيرين، الاستاذ عماد وحيد، كل الامور ماشيه بشكل رائع هنا تمهيدا طبعا على تيسير راحه الاعضاء للجمعيه العموميه غدا اول يوم في مدينه نصر من التاسعه صباحا وحتى السابعه. كل التوفيق من جديد لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، واكيد مستمرين معاكم هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره وتغطيه خاصه ما قبل اجواء الاجتماع الخاص بالنسبه للنادي الاهلي. شكرا زميلي يا كريم من مقر النادي الاهلي بالجزيره. يعني استاذنا الكبير حمدي الكنيسي، عايزين بس نعلق الاول على نظام التصويت. يعني ما سمعناه من سياده اللواء شيرين شمس ان الدنيا على اعلى مستوى من الاستعداد، حتى جابوا تكييفات في مقر التصويت، وان الموضوع مش هياخد 3 دقائق. يعني اهم نقطه دي ان فعلا اللي رايح ما يقلقش يقول ده احنا هنبقى عدد كبير جدا وهقعد قد ايه. لا، ما علمته انا شخصيا من ترتيبات ان فعلا مش هتاخد من العضو جوه اللجنه هو بيدلي بصوته ورايه دقائق معدوده، وبالتالي يتفرغ بقى ان هو يستمتع بمشاهده زملائه اعضاء نادي القرن وهو بيشوف. وبالمناسبه انا سمعت جمله تكرار جمله الاهلي فوق الجميع. ان شاء الله ان اردنا كاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي ان نؤكد هذه الحقيقه وهذه القيمه، عاوزين الامه العربيه كلها ترى الأهلي غدا وهو فعلا فوق الجميع زي ما شافته هو فوق الجميع في إنجازاته، فبتشوفه من خلال أعضائه بقى بإذن الله. إن شاء الله. أستاذ حمدي، هل أستاذ حمدي هل هناك تقسيم في النادي الأهلي؟ هل حضرتك شاهدت على مدار تاريخك أو ما يحدث الآن أي شيء يدعو إلى التقسيم، أو كلمة تقسيم دي هل هي في محلها؟ هي ليس لها محل من الإعراب وليس لها مبرر. وهنرجع تاني يا أستاذ محمد للبداية، دي أفكار طائشة وغير مدروسة وأفكار فعلا بتسيء لأصحابها. تقسيم إيه اللي حصل في النادي الأهلي؟ ده إحنا حتى على مستوى النادي الأهلي حتى لما بيكون في مجلس إدارة معين وفي معارضة، عمر ما معارضة النادي الأهلي قالت كلمة واحدة ضد مجلس إدارة. وأنا أذكر في فترة ما، يعني أنا كنت شخصيا في جبهة المعارضة، نعم، وجالي صحفي قال لي عجبك النادي، كانت الفرقة واقعة وفي يعني حاجات معينة مالية في شرف الصالة المغطاة إلى آخره. قلت له بقول لك إيه، إحنا متعودين نحاسب مجلس الإدارة في الجمعية العمومية، أوعى تفكر إن هقول لك كلمة ضد مجلس الإدارة. فسابني وراح لمين؟ راح للفريق مرتجل. كان هو برضو يعني كنا إحنا من الواضحين في المعارضة، انا والفريق مرتجي والكابتن عبد الصالح الوحش. راح الفريق مرتجي وطلع من عنده على الكابتن الوحش ولقيته رجع بقى عامل لي كده، منكم اهلاويه اللي اسمعه منك هو اللي اسمعه من مرتجي هو اللي اسمعه من الوحش، ولا كلمه واحده تبل الريق. هو طلع انه كان صحفي زملكاوي وعاوز ياخد اي حاجه يولع بيها. اعتقد لو كان بقى في حته التقسيم دي كانت حصلت داخل المعارضه النهائي. عندما نتحدث عن المقر في مدينة نصر وعندما نتبنى قضية أعضاء النادي في الشيخ زايد، أعتقد ده معناها وحدة متكاملة. أما التقسيم فده عبث ممن يعبثون طب لما يطلع رئيس لجنة شباب الرياضة في مجلس النواب، طب مهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، ويحذر من خطورة الاسترشادية ومن كل سلبيات الاسترشادية التي لم تسترشد جيدا ولم تعد جيدا من قبل المسؤولين، ويدعو أعضاء جمعيته العمومية هم ما شاء الله وفوا كفوا العدد المطلوب من إنقاذ النادي سموحة من كارثة الاسترشادية. يبقى هل حضرتك شايف أن موضوع الاسترشادية ده من الأصل لم يسترشد جيدا، وهل على جمعية العمومية للنادي الأهلي غدا كما حذر رئيس لجنة الشباب الرياضة اللي فجأة يعني طلع قال قبل الجمعية العمومية بتاعته فجأة طلع قال هذا الكلام، إذا فهو يعلم بخطورة الاسترشادية جيدا. حضرتك شايف هذا البيان إزاي؟
لا يعني انت بتقول ده شهادة رجل كان في موقع مرت من تحت يديه ومن تحت نظره اللائحة الاسترشادية، وبالتأكيد هو انزعج لما شاف في شكلها النهائي، ولما وجد انها بتصطدم مع رؤيته كرجل رئيس نادي كبير والى اخره، قال كلمة الحق وكشف خطورة هذه اللائحة. اللي انا ارجو ان مش الاهلي بس، كل الاندية لما ترفض اللائحة الاسترشادية يعتبر بيان الى الدولة ان نرجوكم حاسبوا من وضعوا هذه اللائحة، بيان الى اعضاء اللجنة الاولمبية كلهم كيف تساء صورتكم بهذه الصورة من خلال هذه اللائحة. انا ارجو ده، لان احنا اذا ما كناش نواجه الناس باخطائهم اعتقد هتستمر الاخطاء. نعم بالتاكيد هتستمر الاخطاء. طب حضرتك كيف رايت لائحه النادي الاهلي الخاصه؟ يعني وكيف رايت ان النادي الاهلي يطالب بان يجب ان يكون المتقدم مصري الجنسيه، بان يجب ان يكون مؤدي للخدمه العسكريه، بان يجب ان يكون حاصل على مؤهل عالي؟ هل دي حاجات تعيب النادي الاهلي؟ والله دي حاجات ما كانش صح حد يناقشها، لان دي حقائق ومعروفه في التاريخ كله. واحد لم يؤدي الخدمه العسكريه وتهرب من الخدمه العسكريه وبالتالي في علامه استفهام على احساسه بالوطن والولد والبلد، اجي اقول له لا اتفضل انا بهديك هديه عضو النادي الاهلي. يعني حضرتك وانت رئيس للاذاعه، هل ممكن ان تقبل اي كادر مهما كان كفاءته دون الاستفاء هذه الشروط؟ استحاله استحاله تماما. ده انا هقول لك حاجه، اصل انت بتتكلم في منطقه بالنسبه لي انا كمراسل حربي في اكتوبر وشفت يعني ابطالنا ورجالنا والناس اللي خدموا الخدمه العسكريه بيعملوا ايه لتاريخ مصر، يعني اشعر بكثير من الخجل ان يتقال في لائحه جايه من بره ان ايه المانع ان واحد ما اداش الخدمه العسكريه. يعني احد اعضاء الجمعيه العموميه يا فندم في احدى اللقاءات تحدث قال هل هتساوي واحد كان بيحارب في حرب اكتوبر، ما واحد كان قاعد بره في احدى الدول الاجنبيه ورجع دفع غرامه، هو يعني ما ينفعش ده يصح. لا لا بقول لك يعني كلام غير منطقي، وكلها بتوصل الى حقيقه واحده ان لم تكن النوايا صافيه، لم تكن هناك دراسه حقيقيه على الاقل. يعني حتى لحفظ ماء الوجه كانوا يطلعوا مواد في اللائحه يعني مش مقطعون فيها بهذا الشكل. فعلى اي حال احنا الرد ياتي من نادي القرن، من الاهلي، من خلال اعضائه ان شاء الله غدا، وتكتمل الجمعيه وتزيد. يعني يمكن انت بيني وبينك بتقول متوقع العدد يوصل 20، انا اتمنى انه يزيد عن كده، ويبقى اليوم الثاني نقعد بقى في الجزيره في نادينا في الجزيره في المقر نتبادل التهاني، وقاعده بقى ظريفه جدا وسعداء ان الاهلي اعضائه هم امتداد للرياضيين اللي فيه اللي بيجيبوا بطولات بطوله ورا بطوله. طب هل صح استاذ حمدي من بعض الاعلاميين بعض وسائل الاعلام انها تحس عضو الجمعيه العموميه للنادي الاهلي الا يذهب حتى لو كان معارض؟ يعني ما اتفقنا ان الاعلام للاسف تسلل اليه بعض الذين ما كان يجب ان يتواجدوا امام ميكروفون الاذاعه او امام كاميرا التلفزيون. دي حقيقه، وانا قلت في البدايه ان الاعلام تسلل اليه امثال هؤلاء. بالتاكيد اللي بيقول هذا الكلام عليه ان يدرك ان اللي بيسمعه او اللي بيشوفه يحمل له المزيد من الاستهجان، مش عايز اقول الاحتقار يعني. طيب استاذ حمدي بصفه لو اعتبرنا ان انا عضو جمعيه عموميه وغير راضي عن المجلس الحالي لاي سبب من الاسباب، ممكن وارد حتى سبب ايديولوجي على الرغم من المنطق مغاير تماما الى ذلك، مش من قمه الديمقراطيه ان انا اروح واتواجد واقول واواجه واقول ان هذا البند في لائحه النادي الاهلي انا لا يعني لا اقبله او غير مناسب للنادي الاهلي؟ مش من قمه الديمقراطيه يا فندم ان انا اذهب واتحاور؟ بالتاكيد، وانا اعتقد ان كل اللي هيروحهم، وانا اعتقد ده توفر فعلا، اللائحه توفرت للكثيرين،
اللي معترض على مادة أو غيره إيه المانع أنه يروح يحضر، بس هو لأن هو مطالب بشيء أهم، أنه يثبت إيجابية وفعالية ورقي مستوى أعضاء النادي الأهلي، وهو رفض لائحة يسعى البعض إلى فرضها عليهم قهرا، ويعني مش عاوز أقول إيه إذلالا. مش أنتوا النادي الأهلي؟ طيب خلاص مش قابلين جمعيتكم وتفضلوا نفذوا ده. أنا أعتقد هو حتى سواء كان مؤيدا أو معارضا القضية أكبر خالص من أنه يعني يتجاهل الفرصة أنه يروح يشارك في درس آخر لأعداء النادي الأهلي. يعني يحط مصلحة النادي الأهلي فوق الجميع؟ بالتأكيد. ويروح ويخليه إيجابي. ما خلاص يا فندم في 2017 داخلين على 2018 العالم كله أصبح يشارك. شفنا انتخابات مجلس الشعب، انتخابات الرئاسة، دستور، استفتاء على الدستور. عاصرنا في آخر 10 سنين حاجات لم تكن تحدث من قبل. صحيح. وانتقلنا من السلبية عن المشاركة في الخدمات أو في الحاجات المجتمعية إلى الإيجابية. إذا يجب أن أروح وأقول لو حتى لو أنا معارض، أنا معارض يجب أن أشارك. أنت ذكرت نقطة مهمة جدا، أن البعض برضو المتربصين والكارهين للنادي أو اللي لديهم غرض معين بيلعبوا على نغمة أن أعضاء النادي وكل نادي ما بيروحوش الجامعات العمومية إلا فيما نظر وإن كذا، وناس سلبيين فعلا ده كان بيتقال دايما. إنما الحمد لله أنت ذكرت مثال جيد أن السنوات الأخيرة ظهرت حقيقة الشعب المصري والإنسان المصري أنه ساعة التحدي بينسى بقى أي حاجة، حتى لو وراه إيه لا ما فيش حاجة أن أنا يعني أكون سلبي وإلى آخره. فده شيء مهم. وبالتالي اللي بيراهنوا على أن أعضاء الجامعة العمومية أو أعضاء النادي ما بيهتموش قوي بالجامعة العمومية، لا ده رهان خطأ 100%. بالتأكيد الوضع اختلف تماما، خاصة أن فيه هنا نقطة مهمة جدا وهي التحدي. وعلى فكرة ده مش بس لأعضاء النادي الأهلي. مصر في أكتوبر، في حرب أكتوبر 73 نعم، عملت إنجاز هو الإعجاز بكل المقاييس كما اعترف أعدائنا قبل أصدقائنا. نعم ده حقيقي. الإعجاز ده ما كانش يتحقق بالرغم، لأن كان في موانع قدامك، قدام الجيش لا قبل لأي جيش بمواجهتها. خط بارليف والحاجز النفسي ده أمور موانع بلا حدود، والنابالم وإمكانيات وأسلحة، والنابالم اللي كان جاهز يحرق الأسماك في قاع القناة واللي على بعد القناة إلى آخره. عن كل الحسابات كنت تقول لا. لما الشعب المصري ممثلا في جيشه لقى ان التحدي بهذه الخطورة عملها وحقق الانتصار اللي لغايه دلوقتي الاكاديميات العسكريه بتدرسها. يا فندم كفايه المهندس المصري اللي فكر في يوم انا ازاي الساتر الرملي ده هكسره، وفي الاخر لقى الميه سبحان الله ربنا اوحاله ان الميه هي السبب اللي هتفتت الرمل. ده قبل كده كان في خبير سوفيتي كبير واقف مع اللواء سعد مأمون قائد الجيش الثاني، وده كان من أذكى القادة العسكريين. نعم. واقفين على ضفة القناة الغربية وبيقول له انت هتعملوا ايه في الساتر الترابي؟ الترابي. فسعد كان عارف، قال له والله احنا جربنا بالديناميت وجربنا بالقذائف وكل ده، المدفعية وكل شيء، هو بنحاول يعني. انما كان في اجتماع ضيق، وده بقى ميزة بقول لك التحدي بيعمل عندنا ايه؟ التحدي بيستنفر كل طاقتك في الفكر، يعني التخطيط للحرب ده قمة انتصار العقول المصرية لدرس الحرب. نعم. خطة يعني بالغة الدقة والعمق لدرجة صدمت الكل. ده شيء. نمرة اثنين، ان ايضا وده بقى نرجع للي بيحصل حاليا، ان احنا نستمع الى الاراء حتى لو كان رأي مخالف او رأي من واحد ملوش مكانة كبيرة. معلش استاذ حمدي انا هرجع تاني لموضوع حرب اكتوبر. ايوه. أنا آسف إن أنا أرجع لهذا، ولكن يعني لما فعلا حد يقول لي ده أنا هقارن واحد حارب حرب أكتوبر بواحد كان بيستمتع بحياته في الخارج، فيجب إن احنا نقول للناس إن في برضه ناس من الأجيال لا تعلم ما حدث في حرب أكتوبر. ف
فلا تعلم ان تقرير السي اي المخابرات الامريكيه قالت ان الجيش المصري لا يستطيع، المخابرات الموساد قالت لا يستطيع، الدنيا كلها قالت لا تستطيع، ولكن المصريين قالوا نستطيع وعملوا المعجزه. ده انا عاوز اقول لك ما كملتش. الخبير السوفيتي ده قال ايه لما قال له كذا؟ قال له بصراحه بقى انتم محتاجين قنبله ذريه، تخيل. وده خبير كبير جدا وصديق، قال لك ما لهاش حل، ما لهاش حل. انما بقى نجي هنا في اجتماع ضيق لعدد من القيادات الفرعيه، يطلع ضابط صغير اسمه باقي زكي، يقول له يا فندم انا عندي اقتراح. قال له انت بتاع سيارات وبتاع انت ايه؟ فضحك قال له لا بس انا عندي فكره. قال له طب اتفضل قول. قال له كان في السد العالي حصل كذا، واتضح ان بخراطيم الميه القويه فكينا فكينا الرمل. نعم. على طول القائد ده للقائد الاعلى، واللي بعديه لمين بقى؟ لعبد الناصر. نعم يا فندم في ضابط صغير اقترح كذا. كان ساعتها الرئيس عبد الناصر على قيد الحياه. نعم كان على قيد الحياه. فقال لهم طب جربوا الموضوع، فجربوه في الخطاطبه. نعم جربوا فانتصر، وتم التكتم تماما لدرجه ان خبراء اصدقاء يقولوا لنا ده انتم محتاجين قنبله ذريه على الساتر الترابي، وطبعا وعلى النابالم وعلى كل ده. مين بقى اللي يعمل ده في العالم كله؟ هو الشعب المصري والجيش المصري تحدى كل ده. فيعني انا عشان كده بقول لك ليه انا متفائل ان العدد هيبقى كبير جدا، لان جميع اعضاء النادي الاهلي سواء اللي شايفيننا دلوقتي او اللي بيتابعوا الاخبار عندهم درجة من التحدي. لازم نثبت للجماعة إياهم دول إن أعضاء النادي الأهلي هم امتداد لتاريخ النادي الأهلي العريق، هم امتداد لانتصارات ومبادئ النادي الأهلي، وبيقدروا يثبتوا للجميع إن اللي راهن على إن الجمعية لن تنعقد، اللي حاول إنه يعطل مشاعر الناس أو يدعو البعض إنه ما روحش، كل محاولاتهم دليل على ضيق أفق ويعني بعد كامل عن فهم حقيقة العضو في النادي الأهلي. وأنا هضيف إلى حضرتك، هو نفس اللي راهن النادي الأهلي هذا الموسم هيطلع خالي الوفاض، هيخسر الدوري، وهو نفس اللي راهن إن النادي الأهلي وطلع شمت في البطولة العربية، والبطولة العربية الودية اللي النادي الأهلي دخلها لأسس قومية عربية، ان لا يجب ان يكون مصر تحتضن العرب والنادي الاهلي لا يشارك. ما هو دخلها للاعتبار ده فقط. نعم. انما كان النادي الاهلي لديه من الارتباطات والنضال في كذا معركه الدوري وعداه جاي الكاس وافريقيا كان معترض، انما قال لك لا عشان مصر انا ادخل، وما دخلش بالفريق كامل من البدايه معروفه حقيقي. يعني ده حقيقي. وفي ناس برضو حضيف اليهم ان لما النادي المصري تقدم في نهائي الكاس ابتدت تطلع الحاجات وابتدت تطلع الشماتة، والنادي الأهلي هو النادي الأهلي يا فندم عبر التاريخ. حضرتك حضرت يعني تاريخ طويل داخل إدارة النادي الأهلي، وأكيد كمشجع فحضرت وشفت أكيد النادي الأهلي مختلف. بالتأكيد بالتأكيد، وإلا ما كانش يبقى النادي الأهلي. طب أستاذ حمدي، عايز حضرتك تحكي لي في فترة وجودك عضو مجلس اداره في النادي الاهلي، وحضرتك عاصرت الفريق مرتجي وعاصرت الكابتن صالح سليم، وكان في يعني حكاوي، ويعني برضو المشاهدين دايما بيبقوا حابين يسمعوا هذه الحكاوي، ان كيف يدار النادي الاهلي الى الصواب، كيف كان النادي الاهلي دائما متوحدا. انا اديت مثال واضح جدا ان حتى اللي في جبهه المعارضه عمره ما يذكر كلمه ضد مجلس الاداره الحالي. أظن كان مثال واضح جدا ذكرته أنا بالنسبة لي والكابتن صالح الوحش، وهو رجل من أعظم أبناء النادي الأهلي، والفريق مرتجي طبعا ودوره العظيم جدا بالنادي الأهلي. طبعا ده الكابتن صالح سليم مش محتاج كلام، كل من مر بمواقع قيادية في النادي الأهلي حتى من تختلف معه في النهاية بنقول إحنا الأهلي. ده شيء يعني مش عارف. أنا كنت أعلم إن في بعض من الاجتماعات داخل مجلس الإدارة كان كابتن صالح سليم بنفسه معارض إلى أحد القرارات، ولكن لما بيتم التصويت وبيكون خلاص تم أخذ القرار بناء على الأغلبية، بيطلع كابتن صالح سليم لوسائل الإعلام أكثر من يدافع عن هذا القرار. أنا هقول لك على واقعة برضه من تاريخ النادي الأهلي. أثناء مجلس إدارة الأهلي بقيادة الكابتن عبد الصالح الوحش، نعم،
فرقه الكوره بدات تتراجع شويه شويه. نعم. ايامها كان حصل خلاف ومبارزه كلاميه بين الكابتن عبد الصالح الوحش والكابتن الجوهري. نعم. يعني في خلاف بينهم. نعم. فاحنا في جلسه في اجتماع الكابتن عبد الصالح الوحش قال يا جماعه انا شايف ان الفرقه وضعها مش مطمئن، والوحيد في مصر اللي يستحق كلمه مدرب ومدير فني هو الكابتن الجوهري. خد بالك رغم خلاف اللي بينهم، شوف العظمه، هو ده النادي الاهلي فن. شوف العظمه، قال الوحيد في مصر اللي هو ده، وانا رايي لازم الكابتن الجوهري يجي. انا بديك مثال، لان زي ما انت قلت هو ده النادي الاهلي في كل اموره، في الماضي وبدءا من بكره ان شاء الله، في الغد اللي بيبدا بكره، دي مرحله جديده بتبدا بكره، هي مرحله التحدي، مرحله اثبات ان اعضاء النادي الاهلي هم اللي بيضربوا المثل، مش بس بنشوف غيرنا، لا ده احنا بنعمل المثل اقوى كمان ان شاء الله. واكيد اعضاء الجماعه ومهم النادي الاهلي لما شافوا وسمعوا ما حدث في نادي اليوبلس، لما شافوا وسمعوا ما حدث في نادي سموحه، ودول اللي عدوا النصاب القانوني، وده حتى فندم كان على باب نادي اليوبلس يفط انقذوا اولادنا، مستقبل اولادنا. الله الله. من يعني عشان شايفين الاسترشادية كارثه. انقذوا مستقبل اولادنا عشان يحشدوا هذا العدد. تمام. وكان في حتى اتوبيسات طلعت من الساحل الشمالي، طبعا دلوقتي ده فتره اجازات وفتره مصايف. مقر النادي اليوبلس بمصر الجديده. فكان باين الوعي، فاكيد اعضاء جماعه من النادي الاهلي دلوقتي انت مش محتاج حد يقول لك اقف واقعد وروح وشارك وحط مستقبل ناديك، حتى لو انت ضد ما يحدث الان، ولكن يعني لو انت ضد هيبقى برضه غير منطقي. مستقبل ناديه ومستقبل اولاده ومستقبل احفاده، مستقبل الجميع. هل ترى بعض الانديه الاخرى زي نادي الشمس اللي لم يقتبل النصاب تحط له الاسترشاديه، ولما تحط له الاسترشاديه تحط له جنبها ما بين قوسين تحيا مصر؟ يعني هل ان انا افرض الاسترشاديه والاسترشاديه بها عيوب، هل انا كمسؤول ابقى فرحان ومبسوط؟ يعني الوضع غير منطقي لحد ما يا استاذ حمدي. هو من اولهم، من اول التطورات ديت والمنطق تراجع فيها تماما. ونادي الشمس اللي لم يوفق إلى المواجهة الضرورية والحتمية مع اللائحة الاسترشادية ومن كان وراءها، أعتقد النادي ده هو نفسه هيدفع الثمن، وعليه أن يسارع إلى تدارك ده في أي فرصة قادمة من خلال أي جمعية عمومية. يعني أحد عيوب الاسترشادية يا فندم إن مفيش ضوابط لاختيار رئيس، يعني أنا ممكن يجي لي رئيس من دولة تانية بجنسية تانية يبقى رئيس النادي بتاعي، وممكن ما يبقاش مؤهل سواء علميا او حتى تقنيا. معلش بقى هننقل نقله ثاني. نعم. زي ما احد مرشدي الاخوان. نعم. قال ايه المانع ان يجي رئيس مصر واحد من ماليزيا؟ مش ده حصل ولا ما حصلش؟ ده حصل. وده اللي اتحسب على الجماعه اياها. نعم. ان هم احساسهم بالوطن مش موجود. ما فيش احساس بالوطن. نعم. احساسهم حتى الفيلسوف بتاعهم لما قال ايه مصر وايه الوطن؟ الوطن ده قطعه من الطين العفن. فتخيل بقى واحد دلوقتي بيقول لك ايه المشكله ان الاهلي يجي له واحد من اي نادي يبقى رئيسه؟ يعني قمه الهزل وقمه العبث يعني. وكيف يكون رئيس النادي الاهلي الا لازم يكون قدوه، انه بيقود اكبر مؤسسه رياضيه واكبر مؤسسه ايضا كان فيها وعي ثقافي. يعني النادي الاهلي منذ انشاؤه في 1907 وكان بيقوم فيه الحفلات الثقافيه، بتيجي فيه ام كلثوم لما حضرتك في احدى الحلقات كنت بتتكرم. يعني عايزين برضو نعرف النادي الاهلي كان بيجي له ايه من الناحيه الثقافيه يا فندم؟ النادي الاهلي بتاريخه ارتباطه بالثقافه والفكر والسياسه والوطن ارتباط قوي جدا. نعم. وافتكر بقى مين اللي كان رئيس الجمعيه العموميه قبل كده ومين ومين. تعال نتكلم على التاريخ الحديث جدا. انا في فتره ما وانا عضو مجلس اداره النادي الاهلي كنت رئيس لجنه الثقافه والاعلام، وبدانا نعمل ندوات ثقافيه ودينيه لاول مره في تاريخ اي نادي في مصر. مسلسل تلفزيوني ينجح
نجيب نجوب المسلسل الليالي الحلميه وغيره وغيره. الحلميه ده كان الناس بتتابعه زي ماتشات الاهلي والزمالك. لو شفت اعضاء النادي الاهلي وهم محتشدين في حوار مع نجوم الحلميه وبقيه لدرجه كان بيتصل بيا مسؤولين من انديه اخرى. لو سمحت اعمل لنا ايه خطه زي اللي انت عملها في النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي كان اول نادي في مصر يعمل انشطه ثقافيه ودينيه وفنيه بهذا المستوى، كنا اول نادي. نعم. ومعروف اي حد يرجع للتاريخ هيلاقي ان كان كل اسبوع في مناسبه دينيه، في مناسبه ثقافيه، في نجوم جايبينهم من وكان معظمهم بيجوا حتى يعني ايه مش عن علاقه شخصيه معايا انما حبا في النادي الاهلي. أيوة. طبعا طبعا. فدي حاجه من الحاجات المهمه. طب احنا هنروح لمقر النادي الاهلي بمدينه نصر وزميلنا امير هشام وعنده احد اللقاءات الهامه في مقر النادي الاهلي بمدينه نصر. امير ماذا لديك؟ بيك يا محمد وبجدد تحيه بضيفك وبكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. دايما بنحاول نوضح الصوره بشكل اكبر لكل اعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، خصوصا ان بكره يوم هام ويوم مصيري جدا في تاريخ النادي الاهلي. مهم جدا ان كل اعضاء النادي الاهلي يكونوا متواجدين للتصويت بالموافقه على هذه اللائحه، لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي. انا دلوقتي متواجد داخل الخيمه اللي هيتم فيها الادلاء باصوات اعضاء النادي الاهلي. في اكثر من لجنه هنا متواجده داخل الخيمه، كل لجنه هيكون متواجد عليها قاضي واثنين موظفين طبعا، من خلالها هيتم كل عضو ان هو يطلع الكارنيه الخاص بيه، هيطلع الرقم اللي على يمين الكارنيه، بالتالي طبعا القاضي والموظفين معاه هيطلعوا له الكشف، هيكون في اسم العضو اللي هيكون متواجد للامضاء بجوار اسمه وايضا للتصويت على هذه اللائحه، واللي اكيد كل اعضاء النادي الاهلي هيصوتوا عليها بالموافقه اكيد، خصوصا ان هو شيء مهم جدا في تاريخ النادي الاهلي ان اعضاء النادي الاهلي يكروا هذه اللائحه الهامه. اوضح لك الصوره بشكل اكبر يا محمد، معايا في هذه اللحظات السيد محمود عبود مسؤول الامن داخل النادي الاهلي. برحب بحضرتك في البدايه، وبكره اكيد يوم مهم بالنسبه لكم، وعايزك تطمني على الناحيه الامنيه بالتحديد، جديد التنظيم بكره عامل ازاي؟ ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول طبعا احنا هنتشرف بالساده الاعضاء في اي وقت وفي اي مكان، بس بكره يوم غير عادي ان شاء الله. احنا منتظرين اقبال غير مسبوق للنظير علشان نثبت للناس كلها ان النادي الاهلي غير اي نادي في مصر، وانه مش اقل من اي حد، عشان نعرفهم هو مين النادي الاهلي وكان النادي الاهلي، ولازم نحضر علشان دي حاجه تخص النادي الاهلي وتخص خصوصيته النادي الاهلي، ما ينفعش حد يمشي عليه حاجه من بره. وده ميثاق النادي الاهلي ان شاء الله بكره اللي هياكده حضور الساده الاعضاء في الجمعيه العموميه ان شاء الله. طبعا النادي بالنسبه للناحيه الامنيه بقى عايزين نطمن الناس، الدخول الخروج هيبقى منين كده؟ طبعا احنا عندنا في بوابه رئيسيه وفي بوابه خلفيه. البوابه الرئيسيه للي هيجي من حسن مامون من طريق النصر هيبقى سهل بالنسبه له برضو دخول البوابه الرئيسيه، على اساس يتوجه الى الخيمه. هي الخيمه تعتبر في منتصف النادي، مكان التنس القديم قدام مطعم سبيكترا، على اساس انه يبقى هي 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 مكان بين البوابتين، وعشان الزحمه والموضوع البارك اللي هو عامل مشكله في مكان قريب من البوابه الثالثه برضو اللي هيركن فيها بعض الاعضاء، عشان يبقى فيه. لسه بوضح ان في عاملين برك بكره ان شاء الله جنب ملاعب النجيله خلف حمام السباحه، في بوابه من طريق النصر اللي تدخل على من طريق الاوتوستراد، تدخل على باب اتفتح بكره مخصوص على اساس ان احنا نسهل على صدى الاعضاء، عشان لو في بكره عدد ان شاء الله في اقبال شديد بامر الله يعني ده اللي احنا منتظرينه، فهنسهل على الساده الاعضاء الموجودين اللي عايز يخش يسجل يخش من طريق الاستراد. مسافه التسجيل الاسكان هيركن نص ساعه ساعه ان شاء الله، موفرين مكان يستوعب عدد كويس من الاعضاء بكره عشان نسهل الموضوع ويبقى في سيوله في المرور ان شاء الله. ده غير ان مخصصين مكان للاتوبيسات اللي هتيجي من الجزيره والاتوبيسات اللي هتيجي من الشيخ زايد بامر الله، واحنا ان شاء الله مستعدين ونتمنى من الله ان بكره يبقى يوم كويس ان شاء الله زي ما احنا تعودنا من اعضاء النادي الاهلي، وبامر الله يعدي بخير ان شاء الله. عدد اللجان بقى هنا داخل الخيمه حوالي كام لجنه؟ حوالي حضرتك 132 134 لجنه بالظبط. تمام. كل هيبقى فيه قاضي في كل لجنه، اشرح لنا الموقف بالظبط. هو حضرتك العضو بيخش، طبعا العضو اللي مش عارف بيانات الكارنيه اول رقمين على اليمين بيبقى فيهم رقم اللجنه. رقم اللجنه من 1 لغايه 134.
134 هيخش على اللجنه بتاعته، طبعا في ناس بتسهل له الدخول وبترشده على اللجان، بيخش على اللجنه حضرتك بيبقى فيه 2 موظفين عشان يطلع اسمه من الكشف، وفي قاضي برضو موجود بياخد الورقه وبيصوت وهو موجود على الترابيزه وبيحط الورقه في الصندوق بايده. الموضوع ما يستغرقش جوه اللجنه اقل من دقيقتين 3 دقائق. الناحيه الامنيه هيكون متواجد تامين مكثف من امن النادي هنا بكره ان شاء الله؟ اكيد طبعا، بكره يوم غير عادي بالنسبه لنا، وان شاء الله احنا متوقعين حضور اعضاء كثيف بامر الله. وطبعا احنا مكثفين الخدمات غير الخدمات اللي مكثفينها بره وفي الطريق السريع، والداخليه برضو بتساعدنا بخدمات لتسهيل المرور بره على الشارع الرئيسي وعلى البوابه الخلفيه من شارع الطاقه. واحنا ان شاء الله موجودين بكره، واحنا طبعا كده كده مأمنين النادي في كل وقت. الرساله الاخيره اللي حابب تقولها لاعضاء النادي الاهلي ان شاء الله عشان يكونوا متواجدين بكره. انا بوجه رساله للنادي الاهلي، لاعضاء النادي الاهلي المحترمين، النادي الاهلي مش اقل من اي نادي في مصر، لازم نثبت لجميع انديه مصر ان احنا مش اقل منهم. شكرا، شكرا من الله ان احنا يعني يبقى بكره يوم فارق في تاريخ النادي الاهلي. شكرا. عفوا فندم. ده كان لقائنا مع السيد محمود عبود مسؤول الامن داخل النادي الاهلي. كان مهم جدا نوضح الصوره بشكل كبير لاعضاء النادي الاهلي. ان شاء الله هيكونوا متواجدين بكثافه كبيره في مقر النادي الاهلي، بدايه في مدينه نصر غدا، وان شاء الله بعد غد في مقر النادي الاهلي بالجزيره. كل الامل ان شاء الله ان اعداد كبيره، بس مش 12500 اللي يكونوا موجودين، لا ان شاء الله اعداد اكبر اضعاف هذا الرقم، ان شاء الله يكونوا متواجدين غدا لاقرار هذه اللائحه الهامه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. يا محمد عوده ليك. شكرا ليك أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي بمقر الأهلي بمدينة نصر. مفيش أسهل من كده، مفيش أسهل من كده. 134 لجنة هتاخد حضرتك 3 دقايق ماكسيمم وانت بتدلي بصوتك. الموضوع سهل وسلس، سهولة في الحضور، سهولة في انك تلاقي مكان للباركينج للركنة، سهولة في ان انت تخلص وتطلع، يعني كل حاجة على أعلى مستوى من الخدمة، خدمة ممتازة من قبل المسؤولين في النادي الأهلي. تحية وشكر واجب لوزارة الداخلية اللي بتساعد في تأمين الطرق وأيضا سهولة المرور بالنسبة لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي. لازم صراحة نحييهم، مفيش بقى حاجة يعني كده بالنسبة لي لو عضو جمعية عمومية للنادي الأهلي، كل حاجة متوفرة لي عشان أروح أدلي بصوتي وأقف واقول لائحه النادي الاهلي مختلفه. النادي الاهلي يختلف عن كل الانديه الاخرى، النادي الاهلي هو مصر، النادي الاهلي هو عنوان الرياضه المصريه في مصر، عنوان الثقافه المصريه عبر التاريخ. 110 سنه من الانجازات، الغد ان شاء الله يوم تاريخي وفارق في تاريخ النادي الاهلي، ومستقبل ولادك ومستقبلك ومستقبل النادي الاهلي، ناديك اللي بتحبه. لكل اعضاء، ده نداء لكل اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي. يا استاذ حمدي، شفنا الترتيبات والاستعدادات 134 لجنه، عدد هايل، انا فوجئت بيه. 134 لجنه، يعني فعلا اي عضو مش اكتر من دقيقتين ثلاثه يخلص، ولو عاوز يريح بعدها ما شاء الله. النادي حاجه 50 فدان، يعني 52 فدان مساحات، وبعدين زي ما سمعنا وشفنا في خدمات متوفره للجميع. فلا انا اعتقد الوضع بكره ان شاء الله زي ما قلنا يوم فارق وعلامه فارقه في تاريخ النادي الاهلي، بل في تاريخ الرياضه في مصر. لان عندما يعطي الاهلي باعضائه المثل والنموذج، ده هينعكس على مسيره الرياضه كلها، وهيعيد بعض الاجهزه والمؤسسات اللي خرجت عن حدودها الرياضيه والمصريه، يعيدها الى طريقها الصحيح والصواب. طب استاذ حمدي، كلامك لاعضاء الجمعيه العموميه، احنا اتكلمنا في حاجات كتير، ولكن في حاجات برضو بصفتك عضو كبير في مجلس اداره النادي الاهلي سابقا، وكان ليك يعني صولات وجولات داخل تاريخ النادي الاهلي، برضو اكيد كلامك هيبقى فارق بالنسبه للجمعيه العموميه، يعني لما يسمعوا من استاذ حمدي تنصحهم بايه في يوم الغد؟ هو انا باكد ما قلناه معا، ان غدا من اجل النادي الاهلي وزي ما قلنا ومن اجل مصر ككل، انت كعضو النادي الاهلي لازم زي ما انت بتفخر وتعتز بانتصارات ناديك وانجازات ناديك، خلي مصر كلها تعتز بيك انت كعضو النادي الاهلي، وانت بتثبت انك انت قد التحدي، وانك انت بتدي المثل والقدوه. لان المثل عندما ياتي من النادي الاهلي بحجمه، اعتقد تاثيره على المستوى الرياضي
والثقافي والاجتماعي والوطني تأثير بلا حدود بإذن الله. أستاذ حمدي، أستاذ حمدي، هل رأيت أن ما حدث من تعنت من قبل بعض الجهات والنقد والهجوم الغير منطقي من بعض وسائل الإعلام، هل استنفر يعني أعضاء جمعية مدنية النادي الأهلي؟ بالتأكيد بالتأكيد، ده بيأكد ضرورة قبول هذا التحدي بقى. يعني إحنا بطبيعتنا وما سمعناها عن اللائحة الاسترشادية وعن بعض التصرفات من الخارج كنا مستنفرين، فما بالك بقى وإذا بينا نفاجأ بحملات ممنهجة وحملات واضحة جدا من ناس زي ما قلت أنا في البداية إما لديهم غرض والغرض مرض، أو ناس بيكرهوا النادي الأهلي وناس عاوزين يهدوا النادي الأهلي، ناس انتصارات الأهلي عاملة لهم قلق وإزعاج. أعتقد ده كله إذا ما كانش ده كله يستنفر حماسك أنت كعضو النادي الأهلي وتقول لا أنا بقى اللي هرد وأنا أدي التحدي وأنا الوحيد اللي حضر أثبت لكل من حاولوا تعطيل النادي الأهلي ومسيرته أن هم يعني اصطدموا بحائط صلب وهو الجمعية العمومية وأعضاء النادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي وحاضر النادي الأهلي ومستقبل النادي الأهلي اللي بيؤكد إن شاء الله غدا في الجمعية العمومية. طيب أستاذ حمدي، عايز أعرف رأي حضرتك، النادي الأهلي هو النادي الوحيد اللي عمل ندوات لمناقشة لائحته الخاصة اللي تم إعدادها من قبل النادي الأهلي والخبراء القانونيين في هذا الشأن، عمل ثلاث ندوات، واحدة في مدينة نصر، واحدة في الشيخ زايد، واحدة في الجزيرة. كيف رأيت هذه الندوات من قبل النادي الأهلي بقيادة رئيس مجلس إدارته مهندس محمود طاهر اللي كان بيروح ويتحاور مع أعضاء جمعيته العمومية؟ هو الحقيقة برضو ده تأكيد لقيمة النادي الأهلي ومعنى النادي الأهلي، أن رئيس مجلس الإدارة لا يكتفي بأنه يعني يدي توجيهات بتوزيع اللائحة الخاصة بالنادي وكله كل واحد بياخد ويقرأ، فلا ده هو بيعمل لقاء وبيسمع الناس. وفيما علمت أنا أن البعض قالوا ملحوظات معينة وأعتقد هو أبدأ قبول لها إلى آخره، فلا ده شكل ديمقراطي يليق بالنادي الأهلي، وأعتقد يؤكد أيضا العلاقة الوثيقة بين قيادة النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي، ده شيء مهم جدا. أستاذنا الكبير أستاذ حمدي الكنيسي، يعني شرفتني ونورتني، ودايما كده إن شاء الله نشوفك بصحة وخير وتكون معنا ضيفنا في قناة النادي الأهلي. أنا بشكرك وأحييك، وإن شاء الله بكرة في وقت قريب على الظهر كده نتبادل التليفون ونقول مبروك أعضاء النادي الأهلي نجحوا في التحدي وصنعوا تاريخ وإنجاز جديد يضاف إلى تاريخ النادي الأهلي بإذن الله. أستاذ حمدي، ده كان آخر حاجة معنا في فقرتنا اللي موجودة دلوقتي، بعد الفاصل هينضم زميلي كابتن محمد فاروق مهاجم النادي الأهلي ومعاه ضيوفه الكرام، نطلع فاصل ما تروحوش بعيد، نادي الأهلي حبيبي.